وللوقوف على آخر التطورات الميدانية تنضم إلينا من لبنان مراسلتنا جوانا ناصر الدين. أهلا بك جوانا، أطلعينا على آخر المستجدات الآن في الأراضي اللبنانية. مساء الخير محمد. يمكن القول أن هناك هدوء حذر على جبهة الجنوب، ولكن سنحاول الاستفادة قدر الإمكان من وجود ضيفنا الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح للإضاءة أكثر على كل هذه التطورات الميدانية التي جرت اليوم. أستاذ مكرم، مساء الخير وشكرا على هذه المشاركة. بداية، في أي إطار تضع ما جرى اليوم ميدانيا في الجنوب اللبناني؟ ما يحصل الآن على الحدود مع فلسطين المحتلة هو محاولة من إيران والحرس الثوري عبر حزب الله تشتيت الأنظار عن ما يحدث في بحر العرب من عمليات قرصنة تخريبية للسفن والبوارج والرد ردة الفعل العنيفة السياسية والعسكرية المحتملة على إيران. ومن هنا يحاول حزب الله امتصاص غضب الداخل كونه في عدة مراحل لم يستطيع تأمين أو ما وعد به من كرامة وكبرياء، في حين أن الوضع الاقتصادي مأزوم، وفي نفس الوقت حزب الله يتعرض لضغوط داخلية وخارجية. وما نراه من عمليات مسرحية من إطلاق نار من مناطق مأهولة في جنوب اللبناني وبالتحديد من مناطق يأهلها الدروز هي محاولة لتوريط المجتمع اللبناني بشكل عام، ولكن ردة فعل الشعب اللبناني أزاء تلك المحاولات كان واضح بأن لن يسمحوا بتحويل قراهم ومدنهم إلى أهداف عسكرية. طيب أستاذ مكرم، هل تعتقد أن هناك احتمال لانفجار جبهة الجنوب أم أن ما جرى اليوم بين مزدوجين هو تثبيت توازن الرعب بين حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي؟ ليس هناك من توازن رعب كون العدو الإسرائيلي يقوم باستهداف العمق السوري وبالتحديد نقاط تواجد الحرس الثوري وحزب الله. أما استعمال حزب الله لأسلحة تعد تقليدية من 122 مليمات وتلك الراجمات القديمة ليست دعوة إلى الحرب، بل هي محاولة لتذكير الداخل اللبناني وإسرائيل بأن حزب الله هو الذي يسيطر وهو الذي يحتل لبنان إن كان سياسياً أو عسكرياً. يعني انطلاقاً مما قلت، هل ما جرى اليوم هو مجرد زوبعة برأيك ربما لتحقيق أيضاً مكاسب سياسية في الداخل اللبناني، خصوصاً مع كل ما يقال أن ما جرى اليوم قد يكون تفخيخ لحكومة نجيب ميقاتي؟ ليس هناك من إمكانية لتشكيل هذه الحكومة كون حزب الله بالأساس لا يريد حكومة، وكل تلك المسرحيات السياسية التي يقوم بها حليفهم الماروني جبران باسيل هو محاولة لكسب الوقت لمعرفة ماذا سيحدث في فيينا، فإن في آخر المطاف حزب الله يسيطر على لبنان ويستعد تشكيل أو تفجير الحكومة من الداخل، ولكن ما نراه هو محاولة لإعادة التموضع لا سيما بأن إيران مأزومة في الوقت الحالي. الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا محمد، يعني انطلاقا من كل ما تم ذكره، هناك أعود وأذكر هناك هدوء حذر على جبهة الجنوب بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، وطبعا الله لا يريد التصعيد كما قال، وأيضا إسرائيل كما أعلنت في بياناتها عبر قادتها الأمنيين أنها لا تريد تصعيد إنما ترد فقط على مصادر النيران، وبطبيعة الحال سنكون معكم في حال أي جديد. محمد، سنتابع معك مراسلتنا من لبنان جوانا ناصر الدين، شكرا لك وشكرا لضيفك أيضا.